فعاليات مختلفة لاهتمامات مختلفة. فصار عنا من بداياتنا بال 2010 بأوغست 2010 شهر 8 عملنا أول فعالية وقتها وطلعنا رحلة على أم قيس. وأوت أند أباوت هي ترجمة تقريبا الترجمة الحرفية لها هنا وهناك. من هون بنتعرف فيها على ناس جداد وبنتعرف فيها على أماكن جديدة. فيوم السبت عندنا نادي الكتاب تبع أوت أند أباوت، يوم الأحد في عندنا يوم رياضي، الاثنين والأربعاء بنعمل دروس للرقص اللاتيني، وأيام الثلاثة عندنا ورش العمل للتطوير الذاتي اللي هي اللي رح نحكي عنها iDecode، وعندنا فعالية شهرية بتصير عادة على نهاية الأسبوع نحتفل بكل أعياد الأعضاء تبعونا بحفلة واحدة أو برحلة واحدة. بشهر 5 احنا رح ننزل على العقبة ونعمل حفلة على بوت ونشوف فيها معالم بالعقبة عادة ما بنشوفها لو نزلنا رحلة عادية. فبنحاول قد ما بنقدر نبين شغلات مش مبينة ونتعرف على ناس جداد طول الوقت. احنا لازم نستفيد هلا من وجودك، تحكي لنا أكثر عن iDecode. احنا رح نشوف مع بعض تقرير عن ورشة عمل فيما يتعلق بفك شيف فكرة النفس، بنشوف التقرير وبنرجع بنحكي أكثر عنه. كل كتب تطوير الذات والأفلام والورشات والمحاضرات بتقول إنه أول خطوة في تطوير ذاتنا هي معرفتها، بس كيف؟ رامي دوله مدرب شخصي عقد ورشة تدريبية الأسبوع الماضي بعنوان iDecode أو فك شفرة الذات. رامي ساعد المشاركين بهاي الورشة إنهم يتعرفوا على احتياجاتهم، قيمهم وهدفهم في الحياة. كاميرا دنيا يا دنيا كانت هناك وحضرت أجزاء من هاي الورشة. بدخلوا المعلومات بالفاليو سيستم، بصفاية الفاليو سيستم إذا بدكم. بتضل المعلومات اللي they go according to my value system، وأي شيء تاني بطلع برا. لو أربع أشخاص فاتوا هون أوكي وقعدوا وسألناهم شو لفت نظرك بالغرفة هاي؟ في واحد ممكن يقول أنا كنت كتير عطشان رأسا شفت الكولر. إيش هذا بكون؟ شو أثر عليه؟ نيد. النيد رح تشطب أي value ممكن أوكي لأنه تسحب. أوكي التاني ممكن يقول لك I like this roll up، الفوتو تبعتها اتاخذت بكذا وكذا وكذا، فممكن يكون artistic، في عنده artistic values. أوكي في ناس الكتب، قال لك الكتب رأسا أنا ما أطلع على الكتب، فكل واحد فينا رح يقول إنه لفت انتباهه إشي غير عن الثاني. بتحس من خلال ورشات العمل هاي في أشخاص كتير بعاد عن أنفسهم، ولا بالعكس استغربت أنه في مجموعة كبيرة من الأشخاص كتير قراب بس مش عم بسمعوا صوت حالهم؟ حلو سؤال صوت حالهم، لأنه هو هذا الصوت اللي بدنا نسمعه، اللي هو بدلنا على كتير شغلات جوانا من العجقة تبعت حياتنا. صحيح. صعب نسمع هذا الصوت اللي عم بحكي لنا كتير معلومات عن حالنا. مش غريب أبدا أنه نكون ما بنعرف حالنا. اللي عم بشوفه انه الاكثر انه احنا ما بنعرف حالنا. كثير بنحكي عن نظريه معرفه الاخر وقد ايه صعب الواحد يعرف اللي قدامه، وحتى بيقولوا ضمن البيت الواحد بعد سنين الواحد عبال ما يتعرف على شخص مزبوط. عنده بالبيت صح. والواحد بكون عايش مع نفسه وبيكتشف انه في شغلات كثير بعرفهاش عن حاله. وهون ببلش عملية عدم التوازن الموجودة جواتنا، ونحاول نكتشف السؤال اللي بخطر عبالنا من وقت للتاني، أنا ليش موجود؟ وحالة عدم التوازن بتخلي، إذا بدنا نيجي لفكرة المحبة والسلام مرة تانية، بتخلي عملية السلام الداخلي شوية بحالة عدم توازن، بالتالي تعاملي مع نفسي
رح تكون عملية غير متوازنة وبالتالي تعاملي مع الآخر. صح. هلأ يعني أنت الكلمة اللي ذكرتها هي المحورية وهي أساس السلام الداخلي. منفكر أنه السعادة اللي بنحكي عنها هي بأمور مادية أو في مصطلح اسمه سعادة في المطلق. في الحياة فيش اسمه سعادة في المطلق. في سلام داخلي تنبع منه أشياء حلوة، منها الضحكة الابتسام الفرح والسعادة. شو المشكلة اللي بتخلينا ما نوصل لسلام داخلي؟ مرة تانية هي عدم وجود خطوات نعرفها، في خطوات معينة بدنا نتبعها عشان نقدر نوصل لمعلومات عن اللي جوانا اللي لازم خطوات، يعني ما في شيء هيك بشكل عشوائي أو صعب عفوي. جدا اللي معروف انه لو انه كثير بنفكر بهذا السؤال انه انا ليه موجود وشو دوري في هالحياة. صح. هي كثير بنسأله هذا السؤال بس بنلاحظ انه ما بنلاقي جواب. بعد التجربة لازم نفوت على أسئلة معينة نقدر من خلالها نجاوب بجرأة. وكلمة بجرأة كتير مهمة، نجاوب بجرأة على هاي بالضبط ونكون لحالنا بجو هادي اللي نقدر نجاوب فيه هاي الأسئلة. طب شو أسئلة لازم نسألها لحالنا؟ شو أسئلة منخاف نسألها لحالنا؟ الIDECODE أول إشي ببلش باكتشاف الاحتياجات. أوكي. وشو احتياجاتنا الشخصية وشو احتياجاتنا العلاقاتية؟ الاحتياجات بتعمل زي ملاقط لحياتنا. الملاقط هاي بسحبونا لورا أو ببعدونا عن طريقنا. بمثال صغير مرات كتير بنكون عارف في شغلة بدنا نشتغلها وكتير حابين نشتغلها بس إحنا قاعدين بنقلب بالتلفزيون بدون ما نطلع على التلفزيون وعارف إنه هاي الشغلة موجودة. بهاي اللحظة إحنا متأكدين إنه في عنا احتياج غير ملبى ومطلوب انه يلبى. المشكله هون احنا مش عارفين شو هو الاحتياج اساسا عشان نعرف كيف نلبيه. فعندنا خطوتين، نعرف شو هو ونعرف كيفيه تلبيته. بحسه شوي سلوك انهزامي زي ما بتحكي. اذا احنا عندنا شيء عارفين انه لازم نعمل شيء وعم نلتهي بشيء مش مهم كنوع من الهروب تقريبا. كثير اشخاص بيعانوا من هاي الحلقه المفرغه لانه مش عارفين نسال حالنا السؤال الصح اللي هو شو هو الاحتياج اللي عندي هلا؟ ضرب. في عندي احتياج ضرب هلا بهاي اللحظه، مودي قلب عشان في عندي احتياج ضرب. ايضا يمكن بيكون في كثير تركيز بحياتنا على احتياجات معينه، الاكل، الشرب، نفس الاحتياجات من سنين. احنا لا، المفروض احتياجاتنا حتى بتتغير 100% وما عم نواكبها، فمن هون بيصير في مشكله. بالضبط. ولازم ننتهي من هاي المرحله عشان نروح للمرحله الاهم. المرحلة الأهم إنه نعيش حسب القيم تبعتنا، وبدنا ندير بالنا من كلمة قيم. عادة لما بنذكر كلمة قيم رأسا بخطر على بالنا القيم الأخلاقية. القيم تعريفها واسع، اللي هي جواتها المعتقدات والصفات والفلسفات الشخصية. وكلمة معتقد برضو لما بنسمعه بناخده على أساس المعتقد روحاني. المعتقد ممكن يكون أي إشي جوا نفسي، مثلا أقول أنا إنسان ناجح، أنا عمره ما بزبط إشي معي. هاي معتقدات موجودة جواتنا وجسمنا بتحرك على أساسها. لازم أعيش ضمن القيم تبعتي عشان وقتيها أعيش الحياة المتوازنة، لأنه ما بقدر أعيش حياتي بس ألبي احتياجاتي. لازم أخلص من هاي المرحلة إنه احتياجاتي ملباة عشان أمشي وأعيش على قيمي. بمجرد أني أنا مش قادر أوصل لهاي المرحلة معناته حياتي كليتها أنا مقضيها ألبي احتياجات أنا مش عارفها. طب مرتبط الموضوع أنه الشخص إذا عنده فلسفة بالحياة، يعني هو واصل لمرحلة مهمة من تلبية الاحتياجات وترتيب الأولويات، ولا مش كتير يعتبر إشي أساسي؟ لا 100%. مجرد ما يخلص من هاي المرحلة تبعت تلبية الاحتياجات ويوصل للقيم تبعته ويعرفها شو هي ويقدر يعيش على أساسها، لأنه في كتير ضغوطات بتيجي علينا إنه ما نقدر نعيش قيمنا، فبالتالي لازم نحط خطة حياة إنه كيف نقدر نعيش حياتنا بناء على قيمنا. طب يعني رامي لو شوي هيك نحكي بشكل عملي، يعني احنا المفروض نقيم احتياجاتنا انه تغيرت مثلا من لما كنا بالمدرسه عن الجامعه عن اول ما بدينا نشتغل او لما ارتبطنا او ما ارتبطنا، يعني في تغير في المراحل وفي تغير في الاحتياجات. المفروض نرجع نرتبهم، مثلا بدنا نسافر، بدنا نقرا اكثر، بدنا يكون عندنا علاقات اجتماعيه اكثر، بدنا نركز على هاي النقاط مش نحكي اذا اجت بتيجي. 100%. لازم نحط خطه لتلبيتها. اوكي.
وبعدها يكون عندنا فلسفة خاصة احنا نكونها. كيف تتكون هاي الفلسفة؟ دورنا بالحياة هو معانا طول عمرنا. احنا ما بنخلقه، احنا بنكتشفه. هو معانا وطول الوقت بنسويه. يعني احنا إلنا دور معنا موجود. معانا موجود طول عمر وبنسويه قاعدين لأنه هيك انخلقنا. تركيبة الجسم هذا احنا في عنا مثل بالعامي بنقول انخلقت وانكسر القالب. بنحكيه بالمزح. هو كتير جد. هو جد انكسر القالب. هو كتير جد. لأنه فيش إلا شخص واحد بكل التركيبة هاي. فمن المستحيل إنه تكون هاي التركيبة معمولة لولا إشي. لازم يكون له في دور يعمل. هو موجود هون لدور محدد وعم بعمل. بس في أشخاص بحسوا إنه أنا وقلتي واحد. في أشخاص بحسوا إنه أنا صحيت بكرة ولا ما صحيت نفس الإشي. بيوصلوا لهاي المرحلة للأسف. صح. وهون عشان هيك بيجي أهمية إنه نكتشف دورنا وبالتالي نقدر نروح كل يوم على الشغل بنفسية متحمسين. طب كيف؟ تحكي لنا. الخطوة الأولى القيم. بنبنى عليها اكتشاف دورنا بالحياة. اكتشاف دورنا بالحياة بنرجع في سؤال من الأسئلة اللي بنسألها. إيش في لحظات مرت عليك كنت فيها مش حاسس بالوقت ومش حاسس باللي حواليك ابدا وغايص بالشيء اللي بتسويه؟ ما فيش اي احساس باي شيء حواليك. هاي حاله التركيز التام. وبنطلب انه نقدر نطلع حوالي 12 حاله من هاي الحالات. هذا دليل كتير قوي على لما بنعرف هاي الشغلات اللي كنا نسويها طول الوقت وغصنا هاي الغوصه. فهذا كتير قوي على الشيء اللي احنا انخلقنا عشانه. صح. في تمارين في البيت برضه بعد ورشات العمل، يعني الموضوع مش شيء نظري بنحفظه بالورشه وبننساه، لا في تمارين. زي شو تمارين بتعلموها؟ هلا طريقه تصميم الورشه هاي هي 10 ساعات، ما بنعملها 5 ساعات 5 ساعات، احنا بنعملها ساعتين اسبوعيه. ورشة العمل فك شفرة الذات هي مبنيه على تدريب مهارات الحياه، وانا مدرب مهارات حياه. تدريب مهارات الحياة هي جلسات فردية بتنعمل مرة بالأسبوع، ساعة كل أسبوع فردي. جلسة فردية. انبنت الورشة هاي بناء على الأساسيات تبع تدريب مهارات الحياة. فبالتالي احنا بنعمل ساعتين أسبوعيات خلال من أسبوع لأسبوع. التمارين اللي مرينا فيها والأسئلة اللي مرينا فيها خلال الورشة الساعتين بده ينعاد النظر فيها مرة تانية لحالنا. وبدنا نبني بالبيت خطة تلبية. مثلا أول سيشن عنا، أول جلسة عنا إياها اكتشاف الاحتياجات. بنروح على البيت بنبني خطة لكل احتياج كيف نلبيه. الجلسة الثانية بنحكي عن القيم، بنبني خطة لكل قيمة بنكتشفها كيف نعيش على أساسها. الجلسة الثالثة بنحكي عن دورنا بالحياة واكتشافه، وبالآخر بنوصل لخطة تفصيلية بتصير يوم الاثنين الساعة 10 الصبح بدي أسوي هاي الفعالية عشان هي بتلبي لي كل البروسس اللي صار قبليها. هلا انت بالصدفه اكتشفت انه حابب تكون مدرب مهارات حياه او اشتغلت على حالك في هالمجال تحديدا؟ انا خبره تقريبا 17 سنه بالتسويق وتصميم خبره زبائن بشركات مختلفه وبلدان مختلفه. لما مشيت بقصة تدريب مهارات الحياة اكتشفت انه انا، وهذا هو بنرجع وبنقول انه احنا بنسوي دورنا بالحياة طول عمرنا. صحيح. انا وبالشغل كان كتير من الاصحاب زملاء بالشغل يجوا يسألوني اسئلة وانا ما احللهم الشغل اللي جايين عشانها. كنت أسألهم أسئلة، وهذا تدريب مهارات الحياة، ما بعطي اقتراحات، هو بس بسأل أسئلة. فكنت أسألهم أسئلة تبين لهم لإلهم إيش الطريق اللي بدهم ياخدوها. فأنا طول عمري مفكر حالي تسويق. طلعت أنا بحاول أساعد الناس أنهم يلاقوا حالهم. يعني دائما الوقت مش متأخر أنه نسأل حالنا وين إحنا رايحين شو بدنا. نصيحة لكل اللي عم بيحضرونا، كيف يفهموا حالهم أكثر وكيف يبعدوا عن مبدأ أنه السعادة مش أشياء من برا بتجينا، هي داخلية. نبني حالنا. دلاي لاما بال2002 قال لازم نبلش نبني أنفسنا من الداخل.
واحنا بوقت بالشباك برا الشباك مليان في شغلات بس جوا الغرفه تقريبا فاضيه فبدنا نقعد على الاقل خمس دقائق يوميا لو بس خمس دقائق يوميا نقعد بيننا وبين حالنا ونفكر بحالنا ونسال حالنا اسئله ذكيه نكتشف حالنا فيها. حلو، بدي اشكرك رامي دوله مدرب مهارات الحياه. شكرا لحضورك. واحنا رح ننتقل لعرم رام وتقرير عن موظف قطاع عام.